الشوارع حاجه تقرف والناس ما بقتش تطيق بعضيها. يعني تلاقي تكاتك في الشارع بتخش قدام عربيات، ناس ما حملاش بعضيها، شوارع وحشه، الزباله. انا دلي يعدي في الشارع على طول زباله في الشارع مرميه، يعني الدنيا كلها وحشه. قدام محلات الزباله الناس حرفتها، مش عارف ايه شغل اول مره تشوفه. الشائع قوي في المنطقه هنا عمليه الزباله كتير قوي في الشوارع، وخصوصا في منطقه المجزر الالي، في شارع المجزر الالي كميه زباله رهيبه. لا بنلاقي، سوري في اللفظ، كلاب ميته، روائح كريهه. لا في حاجه مش مظبوطه في المنطقه عندنا هنا. طرق بقت وحشه جدا. تمشي النهارده في شارع المجزر بالذات تلاقي حفر ونقر وبعدين عندنا المنطقه دي كمان مليانه مدارس، يعني في اطفال، ففي امراض بتطلع من الزباله، في ولاد بتمشي بتقع في حفر لا المنطقه صعبه شويه. جالنا محافظ جديد عمل قرارات كويسه جدا على مستوى النظافه في الجيزه، فبالتالي مكن جدا هيئه النظافه، اداها اجهزه كتيره جديده، وغير الجهاز التنفيذي بناس فعلا اقوياء، وده الحق شكر كبير جدا لسيادة محافظ الجيزة والقيادات التنفيذية في المحافظة. بس أنا عايزة أقول لك حاجة، مع ده كله الناس بتشيل الزبالة كل يوم، تبان لك بقى هنا إنه مفيش لوم تقدر تلومه على حد. إحنا عندنا مشكلة كبيرة قوي في المنطقة هنا، هي منطقة الخدمات الأساسية للمواطن. المنطقة عندنا كانت منطقة غير مخططة، فالمنطقة كبرت سواء يمين أو يسار شارع الهرم، الكهرباء بوجه عام متغطية، ولكن احنا المجاري عندنا مشكله كبيره جدا 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 في المجاري، عندنا مشكله كبيره جدا 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 في الميه، ففي مناطق كامله الميه مش بتوصل لها. منعكس على ايه؟ منعكس على السفلته. دوله متجهه نحو الترشيد وزياده كفاءه الاستخدامات الماليه، فتقول انا مش هسفلت غير لما ادخل ميه ونور وكهرباء وغاز. احنا عندنا اماكن في الغاز لسه قدامها 3 سنين لغايه ما تخش، فما فيهاش سفلته. فحضرتك متخيل طبقا للتعبئه العامه والاحصاء، المناطق اللي انا بتكلم عليها دي ساكن فيها فوق نص مليون بني ادم. حضرتك متخيل نص مليون بني ادم بينزلوا من بيوتهم كل يوم الصبح مش لاقيين شارع متسفلت؟ التوك توك اصبح حتى بيستغل المواطنين. ليه؟ عشان تطلع من اي حته عندنا هنا لشارع الهرم، وحضرتك ممكن تمشيها لو عندك وقت، يعني هي مثلا اقل من نص كيلو او كيلو، 15 جنيه رايح و15 جنيه راجع. عايزين المواطن بتاعنا مع كل الانجازات الموجوده على مستوى الدوله، انه منطقه قد كده جنب اثر مهم زي الهرم ومناره زي اللي هيكون المتحف المصري الكبير، مناره دوليه وعالميه وعاصمه من اكبر عواصم العالم، انه يكون عندنا مجموعه كبيره، فئه نص مليون بني ادم في بلدنا عايشين تحت الظروف الصعبه دي، علشان الشوارع بتاعتهم وخدماتهم الأساسية مش موجودة.